وحول مؤتمر لندن، فقد أوصل الشباب الأردني تطلعاتهم إلى المجتمع الدولي خلال مشاركتهم في مبادرة لندن بعنوان الأردن نموا وفرص، بما يتماشى مع الأولويات الاقتصادية. رسائل وجهها الشباب الأردني في مبادرة لندن الأردن نمو وفرص، بضرورة الاهتمام بالتعليم العصري وتوفير فرص العمل في جميع مناطق المملكة ودعم ريادة الأعمال. بلشنا نشتغل ضمن جلسات حوارية في كل المملكة مع كل شباب المملكة لحتى نشوف إيش الفرص اللي ممكن إحنا نطرحها في المؤتمر لحتى نقنع المستثمرين اللي يجوا يستثمروا في الأردن، وبنفس الوقت نشوف إيش التحديات ممكن تواجهنا كشباب أردنيين. مبادرة حقق هي مبادرة شبابية أطلقها ولي العهد عام 2013، مبادرة تهدف إلى صقل وتعزيز شخصية الشباب الأردنيين عن طريق مجموعة من البرامج القيادية. جلالة الملك عبد الله الثاني دعا المجتمع الدولي إلى دعم الشباب في بناء مستقبل مشرق بتوفير الظروف لبناء اقتصاد عالمي مستقر، وهو ما يعتمد عليه مستقبل الجميع. تعرفنا على مستثمرين أجانب وفي منهم مهتمين أنهم يستثمروا بشركة زي شوبجو، فإن شاء الله بعد المؤتمر رح نحكي بهالمواضيع أكثر ونشوف إذا في منهم حدا interested حقيقة. حاولنا نورجي المستثمرين اللي عم بيجايين من كل أنحاء العالم على لندن أنه في فرص استثمارية كويسة، في رياديين، في كوادر بشرية ممتازة ومدربة. مبادرة لندن تمثل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة الاقتصاد الوطني ولبناء الخطوات القادمة في جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل. من لندن، ليلى خالد، رؤيا